بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدًا، الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به، الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته، ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان، وواطأ القلب عليها اللسان، أي وافق القلب اللسان. فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم: نشهد إنك لرسول الله، مع أنهم قالوا بألسنتهم ولكن لم يعتقدوا بقلوبهم فكذبهم الله. فلا بد في الشهادة عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جميع الرسل بعثوا بالدعوة إلى لا إله إلا الله، بل هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالاتهم التوحيد. وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره، أول ما يفتتح الدعوة بقوله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، أي الأصل، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد، كقولنا الله واحد مثلاً، فهي تدل، لا إله إلا الله تدل بصدرها أي الأول منها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، لا إله نافياً جميع ما يعبد من دون الله، وتدل بعجزها أي النص الأخير على إثبات الإلهية له وحده إلا الله، ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله. فالمعبود بحق هو الله عز وجل، وجميع المعبودات باطلة. وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، وقوله إقرارًا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، والمراد إقرار القلب واللسان، أي يعتقد ذلك بقلبه ويقول بلسانه لا إله إلا الله. وقوله توحيدًا أي إخلاصًا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. فلا بد من تحقيق لا إله إلا الله، الكفر بجميع المعبودات الباطلة وإخلاص العبادة لله عز وجل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونا بالشهادة لله بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما. شهادة أن لا إله إلا الله كفر بالمعبودات الباطلة، وشهادة أن محمدًا رسول الله أرسله الله صلى الله عليه وسلم، فلا تغني إحداهما عن الأخرى، ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد. في الأذان لابد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، وكذلك في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي. في الأذان وفي التشهد وفي الخطبة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لأنهما أعلى ما يوصف به العبد. العبودية أن يقوم العبد بحق الله تعالى وبعبادة الله تعالى على الوجه المطلوب، وأنه رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم. والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها. الله خلق الخلق للعبادة، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلينا أن نخلص العبادة لله وحده لا شريك له، ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المعلق صح عن مجاهد رحمه الله أنه قال في تفسير هذه الآية ورفعنا لك ذكرك لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الألباني رحمه الله في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابن إسحاق القاضي رحمه الله، إسناده مرسل صحيح، وهو حديث قدسي مرسل. وروى أبو يعلى رحمه الله في المسند بإسناد ضعيف من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه إذا ذكرت ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته. فلقب العبد تشريف، لأنه قام بعبادة الله حق القيام صلى الله عليه وسلم، فالله ذكره بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته، كالإسراء به: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقيامه بالدعوة إلى الله قام عبد الله يدعوه والإيحاء إليه، والتحدي بالذي أنزل عليه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والتحدي بالذي أنزل عليه. الله عز وجل تحدى الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن، عجزوا. ثم تحدى الكفار
بأن يأتوا بعشر سور مثل القرآن، فعجزوا. ثم تحداهم قل إن كنتم في سورة البقرة، قل الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول قدره صلى الله عليه وسلم ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية كما يفعل ضلال الصوفية قبحهم الله، حيث يغلون ويزعمون أنه ليس بشر. فالغلو باطل لا نغلو فيه، بل هو عبد الله ورسوله، فنسمع ونطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا نرفعه فوق منزلته. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والإطراء هو مجاوزة الحد والكذب فيه في المدح. والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه، وكمال رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كماله صلى الله عليه وسلم. ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به، يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به، ويطيعه في كل ما أمر به، وينتهي عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فلا بد من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما قال، وامتثال أمره صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الصلاة في اللغة الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو ما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي العالية رحمه الله قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. الله يصلي على رسوله، يعني يثني عليه عند الملائكة عليهم السلام. قال المعلق رواه البخاري رحمه الله معلقاً بصيغة الجزم في التفسير، ووصله ابن إسحاق القاضي رحمه الله في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الألباني رحمه الله: إسناده موقوف حسن. فصلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. والمشهور أن الصلاة من الملائكة عليهم السلام الاستغفار، الملائكة يصلون أي يستغفرون كما في الحديث الصحيح: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر الله، اللهم ارحمه. إذا صليت وجلست تذكر الله، الملائكة يدعون لك يقولون: اللهم اغفر الله، اللهم ارحمه، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. ومن الآدميين التضرع والدعاء. الصلاة من الآدميين التضرع والدعاء.
أي ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعظم الله أجره ويكرمه صلى الله عليه وسلم. وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. الآل هم من يمتون إليك يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحياناً من حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويراد بهم أحياناً كل من اتبعه على دينه صلى الله عليه وآله وسلم. وأصل آل أهل، أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما ألفا، ويصغر على أهيل أو أويل، ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا في الشيء الشريف، ولا يقال آل الإسكاف أي الذي يعمل الأحذية، وآل الحجام الذي يخرج الدم الفاسد، لأن هذه أعمال يعني غير شريفة. والمراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمناً ومات على ذلك، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي وآمن به. قال المعلق: مراده مؤمناً بالرسول صلى الله عليه وسلم، أن لقي الرسول عليه الصلاة والسلام وآمن بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إطلاق الإيمان ينصرف إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولو قيد ذلك به لكان أحسن. قاله ابن عثيمين رحمه الله. والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه، بمعنى طلب له السلام من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تعالى. السلام من أسماء الله تعالى، ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب. الله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة، سلام قولا من رب الرحيم. مزيد صفة للتسليم، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي والتقدير مزيداً فيه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما بعد، بعدما سمى الله وحمد الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، اللهم اجعلنا منهم. أما بعد، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيراً في خطبه وكتبه، وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد. والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أركان الإيمان الستة، والاعتقاد مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له، بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به، وأصله من عقد الحبل، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم. فالاعتقاد هو التصديق الجازم. الفرقة بكسر الفاء
الطائفة من الناس، ووصفها بأنها الناجية المنصورة، أخذًا من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال المعلق: رواه البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ومن قوله في الحديث الآخر: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي المستمسكون بالكتاب والسنة وهدي السلف رضي الله تعالى عنهم. قال المعلق: حديث الافتراق رواه بألفاظ مختلفة أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدارمي والحاكم وغيرهم رحمهم الله، وقد حسنه الترمذي رحمه الله، وقال الحاكم رحمه الله عن أسانيده: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث، ووافقه الذهبي رحمه الله، وقال العراقي في تخريج الإحياء: حديث افتراق الأمة أسانيدها جياد رحمه الله، وحسن إسناده ابن كثير رحمه الله في نهاية البداية والنهاية، وابن حجر رحمه الله في تخريج الكشاف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للواسطية: علم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم، أي لا يدخل في هذه الفرقة الناجية من خالفهم، أنه لا يدخل فيهم أي في الفرقة الناجية من خالفهم في طريقتهم، فالأشاعرة مثلاً والماتريدية لا يعدون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب، لأنهم مخالفون كما لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها، لأنهم يؤولون الصفات، يقولون الوجه يعني الذات، ويقولون استوى يعني استولى، يحرفون صفات الله تعالى. ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة 3: سلفيون وأشعريون وماتريديون، فهذا خطأ. نقول: كيف يكون الجميع أهل السنة وهم مختلفون؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكيف يكون أهل السنة وكل واحد منهم يرد على الآخر؟ هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين، فنعم، وإلا فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السنة، فمن هو؟ الأشعرية أم الماتريدية أم السلفية؟ نقول: من وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس صاحب السنة، فنحن نقول: السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا، والكلمات تعتبر بمعانيها، لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل سنة؟ لا يمكن. وكيف يمكن أن نقول عن 3 طوائف مختلفة إنهم مجتمعون؟ فأين الاجتماع؟ فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقداً حتى المتأخر إلى يوم القيامة، إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. اللهم اجعلنا من السلف والمسلمين والمسلمات وأهلنا وأولادنا. وقوله أهل السنة والجماعة
بدل من الفرقة، والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم قبل ظهور البدع والمقالات. والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. أركان الإيمان الستة، هذه الأمور الستة هي أركان الإيمان، فلا يتم إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعاً على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة، ومن جحد شيئاً منها أو آمن به على غير هذا الوجه فقد كفر. وقد ذكرت كلها في حديث جبريل عليه السلام المشهور حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وبالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. اللهم ثبتنا على الإيمان يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والملائكة عليهم السلام جمع ملك، وأصله مألك من الألوكة وهي الرسالة، وهم الملائكة عليهم السلام نوع من خلق الله عز وجل أسكنهم سماواته ووكلهم بشؤون خلقه، ووصفهم في كتابه بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون عليهم السلام. فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة، والإمساك عما وراء ذلك الذي ما ورد نسكت عنه، فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والكتب جمع كتاب، وهو من الكتب بمعنى الجمع والضم، والمراد بها الكتب المنزلة من السماء على الرسل عليهم الصلاة والسلام، والمعلوم لنا منها صحف إبراهيم عليه السلام والتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام في الألواح، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، والزبور الذي أنزل على داود عليه السلام، والقرآن الكريم الذي هو آخرها نزولاً وهو المصدق لها والمهيمن عليها، وما عداها يجب الإيمان به إجمالاً. نؤمن بهذه الكتب التي ذكرها الله في القرآن، صحف إبراهيم عليه السلام وتوراة موسى عليه السلام وإنجيل عيسى عليه السلام وزبور داود عليه السلام والقرآن المجيد، ونقول: آمنا بجميع الكتب المنزلة ولو لم نعرف أسماءها. فنؤمن بهذه التي ذكرها الله، ونقول: آمنا بكل ما أنزل الله من الكتب. والرسل جمع رسول، وقد تقدم أنه من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. وعلينا أن نؤمن تفصيلاً بمن سمى الله في كتابه منهم الرسل الذين سماهم الله، وهم 25 ذكرهم الشاعر في قوله: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا.
عليهم الصلاة والسلام.